everyone. عم بحكيكم هلا من بيروت. اجينا ناكل Asian food بمحل اسمه سيرينا. Hello. We've never tried it before. محل بين كتير حلو. Let's see the food. كان عبالي من زمان اني جرب Indian food و we're here. Taste test the salad. It's bachelor button. Samosa maktir. Spring rolls. Butter chicken. I was most excited for the butter chicken. It's weird. And I'm full. It was good overall. في أساس حبيته وفي أساس لا, بس it was good overall. I loved the place. So خلصنا أكل, انفزرنا. Overall كان كتير حلو, المحل كتير حلو, كتير كتير يعني aesthetically pleasing. إذا بدكم تتصوروا أكيد تعوا. بس والاكل كمان في اساس حبيناها كثير وفي اساس عادي, بس overall it was good, so I recommend the place. Good morning guys! Hi everyone! كيفكم اليوم؟ It's my second day in Beirut. اليوم نزلنا أنا و my mom. حيكون عنا a mother-daughter day اليوم. حنعمل شوية shopping وهيك, وهلأ جينا على الجميزة تناكل بسلطة بعد ما اجيت على المحل الجديد تبعهم. So yeah, جايين على المحل الجديد, بس حسيت انه ما في محل. Let's hope انه في. هلا طلعنا من سلطة. شو رأيك بسلطة مام؟ أول مرة بتجي على سلطة. حبيت. لا عن جد قولي. لا عن جد حبيت, كتير طيب. أنا صراحة حسيت قبل يعني غير مرة أجيت فيها كان أطيب. يي هذا سامر. سامر تبع تيك توك. يي سامر بيكون رفيق لهي. يي هي كمان على التيك توك. أو ماي جاد. أوكي. I just discovered a couple, a TikTok couple. Anyway, أنا كنت حس إنه سلطة بغير مرة كان أطيب, ما بعرف هالمرة ما كتير حبيت, بس it was fine. اليوم جربت شي جديد, النوتي تشيكن, بس it was good, بس not as expected. شو رأيك شي يوم نعمل فيديو سوا؟ يلا. أنا حابة soon. لا soon, عن جد soon هيك video with mom. Okay. نعمل كيف عملت مع خيي ومع البرادر بويفرند تاج, بس ما طلعوا معي, بس امي بتطلع معي, هيدا الفرق. Yeah.
Friday. صار لي زمان ما صورت لأنه هالأسبوع كان من الأسابيع يلي I'm not feeling it. مبارح كنت عم بعمل editing لماي فيديو. I thought إنه عندي good content like enough إنه يعمل vlog, بس شفت إنه كتير قصير. We're not doing that anymore. إنه يكون 6 minutes, 8 minutes, at least 10 minutes. I was like, no, you have to film more. وأصلاً كنت حفرجيكم what I got لما رحنا على المول. نعمل my makeup وفرجيكم شو جبت. أكيد شفتوني رحت على كيكو. I needed a few things. Eyeliner تبعي كان ناشف. كان بدي lip liner يكون نيود لكل يوم. كان عبالي شيد خلص اعتمد عليه لأنه مثل ما بتعرفوا كان عندي واحد من NYX وكنت I loved it. But خلص NYX can so creamy. ما بتحسوا فيه. So I wanted something like that. I found the perfect shade. The perfect formula. هلا حفرجيكم اياه هون. كان بدي contour stick. كان بدي shade 201 I think. كان عندهم 200, 201 ما في. الايلاينر انا بستعمل بالعاده liquid liner. بس ما لقيت كان sold out. اول مرة بجيب هيك gel liner. هيك بيجي. So بتكون هيك brush. انا عندي هيدا مهترية مثل ما شايفين. عندي وحدة تانية بس هيدا كتير كبيرة. So هيدا بحب استعمله تحت العين. ححط وارجع. اليوم رحنا صوب thick eyeliner. هيدا العين عملتها بالفرشية بس هيدا العين قلت بدي جرب. اخذت my liquid liner الناشف و استعملتها. اخذت جل واستعملتها و I love the result. I think this is a better option. By the way, the skincare products اللي جبتهم من عند Potion Kitchen, I love them. عم بستعمل السيروم تقريبا كل يوم. I love it. It's so good. وهيدا الفيس ميست perfect. مرة شفت حدا حاطت ماسكارا وكانت كتير باينة حلوة عليها. فقلت لها من وين؟ قالت روبي روز. It's this one. قلت واو. حجربها. It's so affordable by the way. 55,000 I think كانت جبتها من Field 22. بس I didn't like it when I applied it. Maybe أنا ما بحب هيدا الإفكت يلي spider effect يلي بس كتير صار في عيوني product. هلا حأضطر إني أحطها. ذكرتني بهيدي الماسكارا لأنه الفرشاية هي ذاتها. هيدي هي الفرشاية. بس هيدا الشعر هيدا اكتر على بلاستيك وانا I don't like this. ليكو قدي بيطلع برودكت على الهي فبصير كتير في برودكت وبس تجو لتشيلو الماسكارا بصير كل وشكون اسود. So I don't like this type. ما بعرف يعني في عالم بتحب لانه كتير بتعطي فوليوم. رح افرجيكم الفرق. بتجلغن فوق العيون. So اذا تعبانين عيونكم تعبانين على الاي شادو اصحى تستعملوا هيك شيء لانه بجلغم وبينزلكم كل شيء. بس هلا اتس اي لاينر لانه بس اي لاينر اتس فاين. وان كوت شوفوا الفرق. شفتوا الفرق؟ This is just one coat. الافكت تبعه بيعقد بس كتير لبكة. I think المشكله هي الباكج لانه بس عم بتشيلوها قد منا رفيعه عم بيطلع معها كل البرودكت. So maybe اذا الباكج غير it would have been good. صراحة قبل ما اروح شوبينج انا كنت عم عندي الابليكيشن تبع زارا وتبع بيرشكا على ماي فون. سو كنت عم هاي وحط بالويش ليست. لقيت كتير قصص اونلاين يعني صراحة اذا بتشوفوا الويش ليست بيطلع المبلغ خيالي. فقلت هيك رايحة ليه بدي اطلبهم اونلاين بشوفهم وبجربهم. رحت على المول. I was disappointed. ما لقيت شي. كتير أساس من على الويش ليست تبعي منهم موجودين بالستور. I had very high hopes. كنت رايحة حاطة براسي إنه حأعمل شوبينج للشتوية كلها بس ما لقيت شي. انبسطت إني لقيت كارجو بانت. فكنت حجيب كريم كونتور يكون كمان هيك شوي فاتح ما يكون كتير هاي. بس اللي لقيته كتير فاتح يعني إتس منه مبين. So no أكيد لا.
I think it's enough. على فكرة هيدا الليب لاينر كتير ذكرني بالليب لاينر تبع كايلي. So creamy and بيعطي هيدا نفس ال full lip effect. هيدا هو shade 21. It's the perfect nude. I love this. حابة أجيب منه غير ألوان. كان في غير ألوان nude بس sold out. أركم بس أحط gloss فوقه. شو رأيكم؟ بخلي هيدا الشيء اللي كنت حاطته على راسي أو لا؟ لا. And that's the makeup for today. We forgot about the face mist. ما كتير تنغشوا بالكيس لأنه مش جايبة هالقد غراض بس هني حطوا ليهم. من H&M جبت هيدا ما بعرف شو بيقولوا لها cardigan, sweater. هيدا بتجي إلها زرار بس فيكن تلبسوها على شي وفيكن تلبسوها بلا شي. وجبت قطعة تانية من H&M. The prettiest color, softest fabric. I love it. It's a perfect basic shirt for winter. I love it and I'm sure حقلبسها maybe 100 مرة. من برشكا جبت الكارغو pants باللون الزيتي. هاو هني من تحت بيجو straight cut. كمان في كم قطعة جبتهم من زارا من زمان بس ما فرجيتكم ياهم. جربتهم بفلوج I think. هحطلكم اللينك هون إذا ما حضرتوش. إيه جربتهم بفلوج بس ما فرجيتكم شو جبت. جبت هيدي السواتر. I love how الكمام هيك هي هيك والكم بضل نازل على الايد سو بتبين هيك. وجبت وايت مش وايت بيج بانتس ليكون معلقين هون. لبسته بشي فلوج لما رحنا على الواينري وهيك كنت لابسه هيدا البانتس. صاير عندي اوبسيشن بالبوديز. I'm loving them وعم دور على بوديز يكونوا بلاك نيود وايت هيك بيزك كولرز للوينتر لانه ما عم بلاقي البس غير شيء. شفت هيدا وما قدرت ما اجيبه صراحة. شوفوا guys like this is perfect. I love this. I can't wait to wear it بس ما عم بعرف وين. It's a piece of art. I want to wear like a lot of cargo pants this season لأنه بحبهم و they're comfortable وهيك. So طلبت واحد تاني من a Lebanese brand. طلبته امبارح بعد ما اجا لاغون باي وفا. حجربه كان بدل لون البيج بس كان sold out فجبت لون جراي. حشوف الكواليتي وهيك واذا عجبني اكيد حاطلب اكتر. شكلي حانهي الفلوج هون. Thank you so much for watching. Don't forget to like the videos and subscribe and do all the things that I always tell you to do. Of course if you're loving the videos. Thank you so much for the sweet comments I'm getting. See you hopefully next week. Bye.